ام علي طريقه مدربه كتير جدا، وكل مره الكل بيقول عليها احلى ام علي كمان. اعملوها بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبك. انا جربت ام علي بالكروسان، وجربتها بورق الجلاش، وكمان بالباف بيستي، لكن الكروسان بيطلع احلى حاجه. بجيبه بقطعه، ممكن يكون كروسان قديم موجود عندي، بحطه في الفرن لغايه لما ينشف، وده بيخليه ما يعجنش اسرع. وبعد كده بضيف الحليب مع السكر، ولو عايز احط شويه فانيليا ممكن، ده اختياري، لكن انا بخلي النكهات اللي انا هستعملها زي جوز الهند هي الاساس عندي. وديت ممكن اعملها قبلها، يعني اعملها في حلل صغيره او اطباق صغيره، او يبقى الطواجن معموله واسويها ساعه لما يعني قبل ما ابتدي ناكل، بحطها في الفرن على اساس ما تعجنش، يعني تاخد ال 20 دقيقه في الفرن تسويه. يعني ممكن كل الخطوات دي تتعمل واخليها على جنب، ما احطهاش لغايه لما تبقى جاهزه كلها. بحط كل المكونات والمكسرات، بعملهم رقات، وبعدين اللبن او الحليب اللي انا مسخنه بضيفه، وباخد ديت واحطها في فرن قبل التقديم، وبكون حاطط الحليب بزياده وازود عليه شويه كريمه على اساس يديلها طعم دسامه ويبقى ليها طعم مميز. ولو عايز اعملها كلها في طاجن واحد ممكن اعمل كده بدل طواجن صغيره. لما بتطلع بقدمها سخنه، ودي ممكن اقدمها مع ايس كريم وبالهنا والشفا.